المحامون يعاودوا لمخهم. انا اللي بغيت ندوز غندوزعين في المحامون ما كيخلصوش الضرائب. الاخطر من ذلك بانهم راهينا لدى تنظيم هو العدل والاحسان، هو اللي توضح ما الذي حدث في جنيف بمناسبه تقديم المغرب للتقرير الدولي ديالو الشامل. غير باش تكون الامور واضحه، انا فاش حضرت في جنيف باش نحضر في الاشغال ديال مجلس حقوق الانسان لم اكن حاضرا كرئيس للجمعيه الوطنيه للمحامين بالمغرب، بل كنت حاضرا امثل فيدراليه الجمعيات الامازيغيه اللي قدمت التقرير ديالها الموازي. اثناء انتظارنا باش تعقد الاجتماع ديال مجلس حقوق الانسان اللي كان الوفد المغربي الرئيس ديالو هو وزير العدل، كنا في مقهى داخل مجلس حقوق الانسان ثم تيجلسوا كاع الوفود، كنت مع مجموعه الفاعلين مدنيين ومؤسساتيين. جا السيد وزير العدل سلمنا عليه واذا به الموضوع ديال المحامين دايو معاه هو الجنيف، هو غادي مهمه ديال تقديم تقرير ديال المغرب ويشرف البلاد ديالو تما، لان ذاك النهار كانوا المحامين دايرين وقفه احتجاجيه امام البرلمان، واول حاجه صرح بها انا كنت جالس المحامون يعاودوا لمخهم. انا اللي بغيت ندوز غندوزو. وزاد هادشي تيخاطب الناس بان 95 في المحامون ما كيخلصوش الضرائب، وبانه الاخطر من ذلك بانهم راهينا لدى تنظيم هو العدل والاحسان. تيقول بانه فجا لقى في وزاره العدل 21 محضر موقع الرميض مع محامي في الدار البيضاء محسوب على التيار. انا فعلا ما يمكنش رغم اني امثل اطارا اخر، ولكن صفتي كمحامي ما يمكن لياش نخلي وزير العدل مسؤول حكومي يمرر مغالطات على الناس بطريقة لا تليق حتى بإنسان عادي، فما بالك بمسؤول حكومي. قلت ليها أولا الأسلوب باش كتخاطب المحامون ماشي صحيح، يعاودوا المخهم ولا ما يعاودوش المخهم، ما كتحلوش المشاكل بهذه الطريقة، الأمور كتحل بحوار، يكونوا الناس مسؤولين فيه. وباش تبقى تقول 95 في المحامون ما كيخلصوش الضرائب، هذه راه هضرة ماشي هي هذيك. وبان المحاضر انا كنت عضو ديال مجلس هيئات المحامين بالرباط سابقا، وفي الحوار اللي كان مع جمعيه هيئات المحامين بالمغرب تقعد 9 ديال المحاضر عن طرف اللجنه مكونه من نقباء، مكونه من طرف جمعيه هيئات المحامين بالمغرب. بالتالي هذه المغالطات اللي كتمررها وداخل مؤسسه دوليه اللي انت جيتي باش انك تعطي وجه اخر لبلادك راه هي خطيره جدا. بالتالي هذا الشيء خلانا باش نعقدوا ندوه صحفيا نبينوا بان هذا المشكل اللي واقع في المغرب والطريقه ديال التدبير ديالو من طرف وزير العدل تيبان بانه السيد يتحامل بشكل غير مفهوم وغير واضح على واحد المهنه اللي هي شريفه وللاسف الشديد انه ينتمي اليها، وهو الاستهداف واستهداف ديال حق المواطنات والمواطنين في الولوج للعداله. انا باش تفرض الضريبه بهذه الطريقه راه ماشي المحامي، راه المحامي يقول للموكل ديالو ادي هذه الضريبه، ولكن حنا حماة للحقوق والحريات في الدرجة الأولى، ماشي تنقولوا الملف الضريبي مزيان نذكروا فيه نناقشوه كما نناقشوا الملفات كاملين في إطار مقاربة تشاركية، ولكن هذا الوزير بالضبط الطريقة ديال التعامل ديالو، التعالي ديالو، الطريقة ديال التدبير ديال الملفات تيبين بأن غير مسؤول ولا يليق بهذا المنصب اللي كيتولاه مع الأسف. يقدم المغرب التقرير ديالو امام مجلس حقوق الانسان شيء ايجابي ومهم، ولكن في نفس الوقت خصو يلتزم بداك الشيء اللي صادق عليه وقع عليه، وقعتي على اتفاقيات دوليه خصك تلتزم بها، تلتزم بالحق في المحاكمه العادله اللي كتحميه كافه المواثيق الدوليه لحقوق الانسان وتحميه الدستور المغربي، باش يبقى يدوزوا الجلسات بدون محامين راه ما يمكنش نهضروا على محاكمه عادله. بالتالي هناك ضرب هذه القرارات هو ضرب سافر للعداله في المغرب، لان العداله بدون محامين ليست بعداله. قانون المهنه راه اكثر من مره قدمنا مشاريع ديال قوانين المهنه للوزاره وكاين عندها، بالعكس اكثر من ذلك تم الاتفاق عليه وتم التراجع عنه. المذكره الترافعيه كاينه، ولكن باش تمرر القوانين بهذه الطريقه ما يمكنش تصدى لهذا باب المذكره الترافعيه. فعلا راه حنا جلسنا مع الفرق البرلمانيه في جمعيه هيئات المحامين بالمغرب منفتحه على الحوار،
وكلنا منفتحين للحوار، ولكن الحوار اللي كيقدم اجابات شافيه للمشاكل اللي طرحينها للمحاميه. حنا كنتمنى كل شيء يتحمل مسؤوليته في هذا الشيء اللي حنا غاديين فيه، لان هذا الشيء لا يسر، وهذا الشيء ماشي في مصلحه حتى شي واحد، وكنتمنى ان الحكمه والعقل يغلب عند هذه المسؤولين الحكوميين.